مما يشرع في العشر الأول من شهر ذي الحجة التكبير. والتكبير على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق في أيام العشر كلها، تكبر ليلا ونهارا في بيته وفي المسجد وفي السوق. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر في يوم عرفة، أدبار الصلوات المفروضات، إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. اعلم أنه إذا ابتدأ التكبير المقيد فإن التكبير المطلق لا ينقطع، فيجتمع عندنا من فجر يوم عرفة تكبير مطلق وتكبير مقيد. الله تبارك وتعالى أعلم.